هاتولي المعفن اللي تحت. دلوقتي يا روح امك، ها هتنطق ولا تدود كل لسانك؟ مش هشتغل عندك، خدمت العمر بس ما ترجعليش تاني قدامي. انا ما اقبلكش خدام عندي يا زباله يا جزمه. والنبي انت ست الناس دي كلها، والله والله العظيم انت ست الناس، واشتغل اللي انت عايزاه. انا واستاهل ضرب الجزمه اللي انا اعملها لاي حاجه عشان تستريح. اشتغل اضرب الجزمه دي العرون عشان تستريح. يا حيوان انا عندي صداع. خد الزباله ده بره، يلا يا كلب ورف داهيه، هدولي الكلبه الثانيه. تعرفوا كلكم اخرتها ايه؟ ما كانش حد عمل كل اللي عمله ده. هو في ايه؟ انت جايبني عشان تفضل باصص في السقف كده؟ ما تتكلم، قول اي حاجه. انا تعبان قوي يا هلا. سلامتك خير. تعبان من جوه يا اخويا، كلنا تعبانين من جوه. هو في حد سليم دلوقتي؟ انت عارفه اني سبت الشغل؟ لا، عارفه انك اترفدت. مش فارقه، انا محتاج لك جنب هلا. حاسس اني لوحدي في الدنيا دي، حاسس ان البيبان كلها بتتقفل في وشي. اعمل ايه يعني؟ بي معايا. عايزك تبقي معايا النهارده قبل بكره. هل انا قررت اقابل ابوك ليه؟ تتفق مع ابويا على ايه؟ هو في ايه؟ قصدي يعني ان انت دلوقتي خالي شغل، فيعني هتتكلم معاه في ايه؟ ما ينفعش يا عم، ان شاء الله ربنا هيكرمنا. في خلاص بقى، لما يبقى ربنا يكرمنا. يا هلا، هو انت في حاجه مضايقاكي؟ بص يا سلام، انا عايزه اقول لك كلمتين.
بصراحة احنا ما ننفعش مع بعض. يعني ايه؟ يعني انت بصراحة حالك لا يسر عدو ولا حبيب، وعلى دماغك مصايب قد كده وانا كمان شرحه، فانا شايفة يعني كل واحد فينا يشيل مصايبه لوحده احسن. وليه ما نبقاش مع بعض ونحل مصايبنا يا اخي؟ لا انا مش ناقص، انا فايق المصايب اللي عندي. يعني ايه يا هل؟ يعني ما ينفعكش يا سلام. نعم. بص يا سلام، انا مش عايزاك تتعشم بحاجة من ناحيتي، انا ما ينفعكش وعندي مصايب واللي فيها مكفيني، وبعدين انت ابن حلال والف مليون واحده تتمناك احسن مني. ما تبصليش البصه دي، انا كان ممكن اضحك عليك. هو انت لسه هتضحكي عليا؟ ما تضحكي عليا خلاص. يا سلام ما ضحكتش عليك. وممشي يالا. امشي. وممشي. بتطردني من الجامعه؟ بقول لك بقول. خلاص ما تعلي صوتك قوي كده، خوفتني. اوعي تعيطي او تنزل دمعه واحده من عينيكي، انتي مش ضعيفه ولا عملتي حاجه غلط عشان تزعلي، انتي اقوى منهم، اقوى من كل حاجه، حتى اقوى من الايام نفسها. يا علي مفيش حد ليه عندك حاجه، محدش ليه جميل عليكي. ايه يعني دفع لامك فلوس عشان تعبان؟ ما هو بيتصدق انا عفيته، بس انا هرجع الفلوس دي، مش هنسى انه دين مهما طال الزمن، هشتغل ليل ونهار لحد ما ارجعهم، ارجع لهم فلوسهم، ولازم يعرفوا ان انا مش اي حد، وان كرامتي عندي اهم من الدنيا واللي فيها. بس انا تعبانه، قلبي وجعني، نفسي اتكلم مع حد، نفسي احكي. الو، انت فين يا ليلى؟ طيب انا اول مره انزل في وقت متاخر قوي زي ده. انا في ايام كتير قوي برجع في الشغل فيها في الوقت ده. ما كنتيش بتخافي؟ في الاول كنت بخاف، كنت بخاف من كلاب الشوارع، بعد شويه خدت عليهم وبقيت اخاف من بني ادمين. على فكره يا بنت عليا، خدي بالك من هاله، بتتكلم عليكي وحش قوي. ما عادتش هتتكلم، انا سبت الشغل خلاص. ليه؟ طيب لو مش عايزه تقولي بلاش.